هل القرآن يصل إلى الميت؟ ده سؤال واضح أهو. حد عنده ميت وقعد يجاوب في المصاحف، العزيان بيوزعوا المصاحف جابوا المصاحف وبنقرا. أو عملوا له ختمة بعد ما اتدفن يوم الخميس، قعدوا يعملوا له ختمة. او هو ميت دلوقتي وهو يعني، او هو دلوقتي وهو ميت وهو مرمي محطوط على السرير، أعزكم الله أعزكم الله. وبنته بتقرا له قرآن، أولا هي بقول لك بيبقى عايزة انه ده ثوابا قبل ليه ما او أوضح انه ده الحكم يا فندم، يسهل قبل ما عليه. أوضح الحكم، خلي الناس تقرأ. إحنا ما بنقولش للناس اسكتوا عن القراءة، لا اقرأوا. ولكن السؤال هنا، هل هذا الثواب يصل إلى الميت أم لا؟ فريقان من أهل العلم، فريق قال أن ثواب القرآن يخص الحي ولا يخص الميت، واستدلوا بقول الله تعالى: وما علمناه الشعر، في سورة ياسين: وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. القرآن للأحياء وليس للأموات. للأموات. إيه الدليل التاني يا جماعة اللي استدلوا بأن القرآن لا يصل ثوابه إلى الميت؟ قال لك: لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ لأحد الصحابة الذين سبقوه إلى الدار الآخرة، ولم يقرأ لأحد أولاده، ولم يقرأ لأحد زوجاته أمهات وإيه المؤمنين. الفاتحة اللي بنقرأها؟ لسه هقوله بقى، لسه هقوله. ولم يرد أن الصحابة قرأوا للنبي. أبو بكر عمر ما قرأش لأبو بكر، ولا عثمان قرأ لعمر. فده لو فيه خير الصحابة ما كانوش إيه؟ سابوه. يندرج مع هذا الحكم بإيه؟ الفاتحة للميت. ده يندرج مع نفس الحكم. رأي آخر قال لك: لا، يصل إلى الميت، لأن القرآن كله عبارة عن دعاء، عبارة عن دعاء. وقال لك تيجي بعد ما تقرأ وتقول: اللهم إني أهب ثواب ما تلوته ونور ما قرأته إلى فلان ابن فلان، فأنت لا تهب القرآن، أنت تهب ثواب القرآن. الجماعة الأولين ردوا عليهم قالوا: الله، وما يدريك أصلا أنت أنك أخذت ثواب أصلا. وأنا أرى، خلينا في المتفق عليه. إيه المتفق عليه؟ الدعاء، الصدقة، العلم الذي ينتفع به. بدل ما اقعد اقرا قران اقعد ادعي له، ده بقى اقول لك ايه؟ مقبول. والنبي كان بيدعي: واستغفروا لاخيكم وسالوا له التثبيت فانه الان يسال. ما هو الواحد بيدعي انه يا رب كل حرف بقراه ثوابه يصل طب لوالدي اقول لحضرتك حاجه، نخلينا في المختلف فيه ولا نمسك في المتفق عليه المجمع عليه العلماء؟ اللي هو العلماء الدعاء. اجمعوا الدعاء. الله يفتح على حضرتك. بدل ما اقعد اقرا او اجيب ختمه اقراه، ما عنديش الناس مشكله. بتدعي بس الدعاء بيخلص، انما القران يا ما فندم انا عايز بيخلصش. دعوه واحده: اللهم اغفر له وارحمه وكررها بس لو استجيبت هذه. مش عايز، اصلي والدتي وستي والناس اللي في البلد مش حافظين ادعيه. انا عايز يا رب ارحمه، يا رب اغفر له، بس كرريها بس. انا مش عايز، ودعوه واحده صادقه من القلب احسن من كتاب مليان دعوات. كده وضحت القران يصل او لا يصل؟ خلاص نقفل الموضوع ده. خدت بالراي الاولاني خد، خدت بالراي الثاني خد. انا ما بغصبش حد، بس انا شايف، انا كاحمد، خلينا في الامر يعني حضرتك المتفق. ما بتقراش على حد الفاتحه؟ لا، ما بقراش على حد الفاتحه، انا بدعو، باخد في المتفق ايه ده؟ لو عليه. انت في بس لو انا قاعد ميتك مثلا، اكيد حضرتك شيخ وبتدعى لو انا قاعد مثلا حد لدفنه او لكذا، الفاتحه ده للميت بعد بقرا. الدعاء، بعد الدعاء الشيخ بيقول الفاتحه، وفي العزيان بتاعتنا ما هي بيجيبوا لو لم شيخ يقرا القران. بيستبركوا بقى بالفاتحه، مش موضوع الميت، تبركا بهذه الفاتحه لانها ام القران والشافيه نقرا والرقيه. له الفتح ولو لم تصل ده احنا الميت يا فندم، لو لم تصل الميت نفعت الحي او وصلت الى الحي، ما عنديش مشكله. دلوقتي احنا يعني عايشين عمرنا كله بنقرا، وماله وانا بنقرا وكلكم كلنا الفتح. بنقرا. ما انا اقول لحضرتك في راينا اهو، استني بس. خدت بالراي اللي قال لا يصل وله ادلته وله احترامه؟ انت حره. خدت بالراي اللي قال لك لا يصل وفي ثواب، والقران كله اصلا عباره عن دعاء: ربنا اغفر لنا وارحمنا ولا تؤاخذنا بما فعل. كل ده ادعيه في القران بنيه الثواب. خلاص خد بالراي ده، انت حر. لكن انا شايف خدنا في النص ونمسك في الدعاء. احنا ليه نمسك في يا فندم؟ طيب قراءه القران في القران لو القبر خير، النبي كان سابها؟ انا بس اسال، النبي كان سابها؟ النبي لم يقرا لاحد مات، ولا الصحابه قراوا قران على احد مات ابدا. فده لو فيها خير ما كانش سابها النبي والصحابه ابدا.